السلام عليكم، اهلا بيكم من جديد على قناتكم، قناه نبض المعلومات على اليوتيوب. ان شاء الله النهارده يا شباب هنتكلم عن تطبيق مهم جدا دايما بنحتاج ليه، خصوصا الناس اللي هي ممتلكه قنوات على اليوتيوب بتحب دايما انها تنزل صور من على جوجل وتعدل عليها بحيث انها تعملها صوره مصغره للفيديوهات بتاعتها عشان تناسب الفيديوهات بتاعتها. ولكن دايما بنقابل تطبيقات او مش بنعرف نوصل للتطبيقات اللي هي كويسه والنتائج بتاعتها كويسه او بتكون النتائج بتاعتها اكثر احترافيه. النهارده هنشرح لحضراتكم تطبيق من اهم التطبيقات وافضل التطبيقات اللي موجوده صراحه واللي انا شخصيا بستخدمها على الصور او بشتغل بيها. النهارده شباب هعلمك ازاي تقدر تشيل اي لوجو واي شعار واي كلمه موجوده جوه صوره، وكمان تقدر تستبدلها بحاجه تانيه انت عايزها بحيث انك انت تعملها صورة مصغرة للفيديوهات بتاعتك على القناة او على الفيديوهات بتاعتك عشان ترفعها على اليوتيوب او تستخدمها في اي حاجة حضرتك انت عايزها. في شرح احنا كنا شرحناه طريقة ازاي تقدر تشيل برضو شعار ولوجو والحوارات دي من خلال الكمبيوتر. لو حضرتك بتستخدم كمبيوتر تقدر تنزل تحت في الديسكريبشن وتشوف الطريقة دياتي مشروحة من على الكمبيوتر، تمام؟ ولكن النهاردة الشرح بتاعنا النهاردة من خلال الموبايل. طيب اول حاجة شباب قبل ما نخش في موضوع النهاردة ودرس النهاردة، دايما ما اذكرك لو انت اول مرة تشوفنا النهاردة وشوف قناتنا نبض المعلومات، انزل تحت اشترك وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد القناة اول باول. هتحمل التطبيق ده ان شاء الله، هتلاقي رابط التطبيق اسفل الفيديو في الديسكريبشن. هتحمل التطبيق هتلاقي الايقونه بتاعته بعد ما تحمل معاك بتظهر معاك بالشكل ده. هنشتغل ازاي على التطبيق؟ بطريقه سهله جدا، هنيجي نفتح التطبيق زي ما احنا شايفين بالطريقه دي، وبعد كده هنيجي زي ما احنا شايفين كده في علامه بلس مفتوحه هنا يا شباب او في الشاشه من تحت هنا، نضغط عليها بحيث ان هو يفتح معانا القائمه دي. والقائمه دي سهله جدا نقدر نستخدمها زي ما احنا عايزين، ولكن احنا كل يهمنا الايقونه اللي هي تاني ايقونه اللي انا باشر عليها بايقونه التصوير دي. هنيجي نضغط عليها بالشكل ده عشان نختار صوره نقدر نشتغل عليها او نعدل عليها. هليكن هنفترض يا شباب ان انا عايز اعدل مثلا على صوره زي كده، صوره بتاعه مثلا بوكيه ورد زي ما احنا شايفين. مش تحت شرط يكون الصوره او الخلفيه بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها باللون الاسود، ولكن هي اي صوره بيقدر البرنامج يتعامل معاها ويقدر يحذف لك اللوجو اي حاجه موجوده عليها. ولكن انا الصوره اللي جت في وشي صراحه هنشتغل عليها، وهوريك برضو نماذج تانية نشتغل عليها دلوقتي. هنطلع بس الايقونة كده لفوق بتاعة التصوير، وبعد كده هنيجي نختار زي ما احنا شايفين كده شباب ان في اختيارات معانا تحت هنا، نختار اول اختيار من هنا، تمام. انت عندك كذا ميزة ممكن تحذف بالطريقة اللي تعجبك، انا بفضل ان انا احذف بالطريقة الاولانية دي، تمام. باجي احددها كده، تمام، واجي اشوف المنطقة اللي انا عايز اشيل منها مثلا الشعار او الكلمة. باجي احدد كده زي ما احنا شايفين ان انا بحدد الحاجات اللي انا مش عايزها في الصورة وعايز اشيلها. هنفترض مثلا هنشيل كل الكلام ده اللي هو النص مثلا اللي فوق كده بالشكل ده، انا بظلله زي ما احنا شايفين كده. اي حاجة انت مش عايزها تبان في الصورة او مش عايزها تبقى موجودة في الصورة بتظللها بالشكل اللي انت شايفه ده، تمام كده زي ما احنا شايفين كده ان انا حددت حاجات انا مش عايزها في الصورة. هنيجي عند كلمة جول اللي موجودة هنا الصغيرة دي، هنضغط عليها ونشوف ايه اللي هيحصل. لاحظوا كده يا شباب، بص كده اتحذفت كل حاجة ان انا حددتها من الصورة. هتقول لي انت الخلفية سمراء سودة وممكن عادي تحذفها باي حاجة، طب ماشي مفيش مشكلة. احنا ممكن ناخد نموذج تاني، نرجع بس خطوة لورا وناخد نموذج تاني يكون في خلفية. هنختار كده يا شباب صورة مثلا صورة زي كده، دي كنا شيلنا من عليها اللوجو. طب خلينا نشوف صورة يكون لسه عليها اللوجو زي ما احنا شايفين كده شباب ان في لوجو هنا بتاع موقع موجود على الصورة عايزين نشيله. مثلا هنشيله ازاي؟ هختار انا احدد كده زي ما احنا شايفين
وباجي احدد اللوجو او الشعار اللي انا عايز اشيله من الصوره، زي ما احنا شايفين برضو بظلل كده، وحتى باين في الصوره فوق اهو، زي ما احنا شايفين بشيل انا اللوجو بالشكل ده، بحدد انا اللوجو اللي انا مش عايزه بالشكل ده، تمام. وبعد كده بضغط على كلمة جو. لاحظوا كده يا شباب اللوجو اختفى بطريقة سهلة جدا، تمام. كمان ناخد نموذج كمان عشان يبقى كل حاجة واضحة قدام حضراتكم وتقدر تشتغل عليه براحتك. زي ما احنا شايفين نختار كمان صورة، نختار اي صورة كمان، اي صورة. انا ما نزلت الصور صراحة، ولكن انا بجرب معاكم اهو. هنفترض مثلا ان انا عندي صورة صورتها، هنشوف دلوقتي حاجة. انا عندي مثلا صورة زي الصورة دي مثلا اهي، شايفين الصورة دي؟ الصورة اللي انا مثلا الصورة عادية مصورها بالموبايل، تمام. انا عايز اشيل الصورة صورة الكلب ده. طب هنشيله ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده، ان انا باجي بعلم كده او بحدد الايقونة اللي انا عايز احذف بيها. هنيجي يعني مثلا نشيل كده، تمام، بشيل الصورة اهو زي ما احنا شايفين، بحدد من صورة مصورة يا شباب اهي، عشان محدش يقول لي ايه انت بتجيب صور معينة. زي ما احنا شايفين اهو، مثلا خلي مثلا انت تقدر تكبر وتصغر، زي ما احنا شايفين انت عادي جدا ممكن تكبر زي ما انت عايز وتصغر. بعد كده بنضغط على كلمة جو، مثلا انا هشيل المنطقة دي وننتظر. زي ما احنا شايفين ان راس الكلب طارت بدون ما اثر على الصورة، زي ما احنا شايفين كده يا شباب، طريقة سهلة جدا. طب انا عايز احفظ الصورة دي زي ما هي كده، احفظها ازاي؟ تمام، هنيجي عند كلمة نيكست اللي موجودة معانا فوق هنا، نضغط عليها بياخدنا لقائمة تانية. القائمة دي ممكن تحدد عايز الصورة ابيض واسود او صورة كده، تقدر تضيف التأثيرات بتاعتك عليها عادي جدا لو عايز تضيف تأثيرات على الصورة، ولكن احنا عايزين الصورة الطبيعية بتاعتنا. طيب انا عايز مثلا اضيف لوجو او ايقونة من الايقونات المضحكة دي، مثلا نحط مثلا ايقونة زي كده ونحطها مثلا مكان راس الكلب الصغير ده اللي طيرنا راسه زي ما احنا شايفين كده يا شباب، ان انا حطيت صورة ايقونة زي ما احنا شايفين كده. طب انا عايز اكتب مثلا على الصورة دي، باجي عند علامة التي دي او حرف التي دي ده، بضغط عليه وبعد كده بكتب مثلا نبض المعلومات. عايز اغير انا اللون، مثلا اللون الكتابة نفسها، باجي عند الايقونة دي بضغط كده وبختار اللون اللي انا عايزه مثلا كده، بيتغير معانا. لاحظوا كده ان كل ما اضغط على لون الكلمة نفسها بتتغير لونها، زي ما احنا شايفين عندك كمية الوان كبيرة جدا، ولكن هنخليها باللون الابيض حسب طبعا لون الصورة عندك عشان تبقى ظاهرة. هنخليها مثلا باللون الابيض، تقدر تتحكم في المستوى الخط نفسه او الكلام او مكانه. طبعا مسكت الايقونة الخلورة، هنمسك دي هنحركها مثلا، نحط الكلمة مثلا هنا، تقدر تتحكم فيها تخليها صغيرة، تحطها في اي مكان، تميلها، تخليها عادل براحتك. بعد كده انا كتبت زي ما احنا شايفين كده يا شباب، هاجي عند كل الايقونة اللي معانا فوق هنا عشان نحفظ الصورة، تمام. هنضغط عليها عشان نسيف الصورة، زي ما احنا شايفين كده هو كده سيف الصورة، لكن هو دخلك على القائمة ديت عشان تختار تحدد تقيم التطبيق نفسه، تمام. هنرجع كده، هو كده الصورة اتحفظت. هنرجع كده نفتح الاستوديو ونشوف الصورة اتحفظت زي ما احنا عملناها ولا لأ، ونطلع كده. تمام، هندخل كده على الاستوديو ونشوف الصورة اتحفظت زي ما احنا عدلناها ولا لأ. زي ما احنا شايفين هنرجع كده ننزل تحت اهو، ادي الصورة اهي يا شباب بعد ما احنا عدلنا عليها وحطينا عليها
اللوجو بتاع الوش ده، وبعد كده كلمة نبض المعلومات زي ما احنا شايفين عادي جدا، تقدر تعدل على اي صورة بطريقة سهلة جدا من خلال التطبيق. ده كان موضوعنا النهاردة وشرحنا النهاردة. ما تنساش بلايك الفيديو لو عجبك ومشاركة الفيديو عشان غيرك يستفاد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.